ماذا بيا تعاودوا تقراوها وتدقوا في واش قلت، خاصه الناس اللي متمكنه من اللغه العربيه، وراح نشوفوا برنامج ثوري. اولا اللي يقوم بالثوره هو النشأ. النشأ هذا لازم يكون متشبع بروح العداله والاحسان. النشأ هذا عليه انه يحارب العدو ويحارب كذلك الخبثاء والخونه اللي في وسطه. النشأ هذا لازم يتحلى بسكون ابل الحنكه السياسيه، يعني في حالة ما اذا فتح المجال للحوار الند للند، من كان يبغي ودنا بالصح، من كان يبغي الحوار معنا باش يدلنا فله المهنة والحرب. دونك تحبوا تقوموا بثورة، هادو هما لي زانغريديون تاعها. هل هما متوفرين حاليا؟ ما كاش. ما كاش. لازم نفهموا يا جماعه، الثوره ماهيش تاع ناس جاهلين مضروقيين مصورخين. الثوره تاع ناس عاقلين متشبعين بمبادئ روحيه وسياسيه وعلميه. الثوره ماهيش تاع ناس كذابين لمصالح خاصة أو لانتماءات غير وطنية يخرفوا برك، يخرفوا برك. العالم موش سهل، وين هو الزلزال؟ واحد قال لك تبون راح لوزارة الدفاع رمزي، اي نعم الدين تبون وشنقريحة تو صالا ميرد، سي با او كي ديريج لالجيري، سي دي بونتان، سي دي فيغوران، سي اون انترفاس برك، سي اون انترفاس. فيقو بركة وما تكذبوا على الناس، ربي يحاسبكم غدوة. اون بلوس ما تعرفوش تكذبوا، حتى الكذب ما تعرفولوش، ما تعرفولوش، ما تفهموش، ما تكذبوش، ما تعرفوش تبنيو كذبة. أجودا شاف قال لك كان يحكم كيما يحكم القايد صالح، أجودا شاف. ومن بعد ولا واسيني، هذا هو البارح كان مجرم كبير ولعنه الله وراح للحبس، ودرك ولا واسيني هو نجح الانتخابات ووطني و... مي مي اشرف بو عزيزي شان نقول لك، بالك اختك كنخاف منها، خاف انا من زيطات. ميكيل كون، ميكيل كون. يا دي جون كي فون دي كومونتير، يعني بصح حسب اسمك ما اختك ما خافش منها التفاصيل، بس قرلو كيما انت واش حتكون اختك قرلو. بره جربيا. دونك كي تحبوا تبنيوا ثوره، تبنيوا مجتمع، اولا الكذب موش مليح، ثانيا الناس اللي تقود ثوره تكون ناس عندها برنامج وعندها افكار وعندها مبادئ، ما عندهاش مصلحه طاغيه عليها او حقد طاغي عليها. تكون ناس اوبجيكتيف، كما نقولوا حنا موضوعيه. وي صابر سي بوركو نو اون ا تو ديسولو باسكو تيان جي ان ابل لا جو لو بروندر. الو الو
الو، انا بير بلوس 41 ما يهدرش. ما يكوت لغة الصم والبكم انا ما نفهمهاش، سيرتو في التليفون بعد. دونك لازم الشعب يبدا يقرا، لازم الشعب يبدا يحوس في المثقفين تاعنا اللي ماتوا، واللي الاستعمار الحديث غطى عليهم. وي ني لي زيسكرو غاتاكاد. اسمعوا، الناس الثوريين ناس عندهم مبدا، ناس عندهم اهداف ومبادئ عليا. شوف الخنشلي قال لي تأثير الأوضاع الخارجية على نجاح الثورة. شوف الخنشلي، كي تعود الثورة ممنهجة، الخارج أصلا فاسانتيريسي، راح ينتبه أكثر للثوار من النظام الحاكم، لأنه في التاريخ شاف لما يكونوا ثوار ممنهجين راح يوصلوا للحكم. في الحالة هذه الأنظمة الخارجية تغير الاتجاه نتاعها، لكن لما تشوف شعب يعيط برا في الطريق دون قيادة، دون منهجية ثورية، دون أهداف ثورية، ما يسمحوش به. الأمريكا اللاتين صرا فيها الرب هاد الأيامات، واحد ما سمع بهم. كازاكستان قدامكم، كازاكستان هذا عبد الرحمن والله مربب بإسلام، أنت أكبر إسكرو سي رحماني. وي ديت الأراضي تاع بويك وبعتهم لخالتك، ويقول لي سي رحماني ان شاء الله تقعد فوق سكة انكونديسانت، يعني حديدة سخونة. دونك يفو كومبروندر اون شوز، سي كو الثورة ماشي لعبة، مسؤولية، مسؤولية، مسؤولية كبيرة لازم تقيسوها. وهذه نصيحة لأي واحد، لازم تقيسها. هل أنت مستعد؟ نجيبها لكم من الاخر. ثورة نوفمبر 54 كانت خطأ فادح، ما كناش جاهزين للثورة قتاليا وي، بصح سياسيا لا. لا بروف 2021 ما زلنا في ثورة برك. الناس اللي استشهدت ان شاء الله شهداء عند الله، كما يقول الله عز وجل، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. بصح مساكن ما كانوش سياسيين. داير باش تفهموا بلي في التاريخ تاع الثوره نتاعنا لا ريونيون دي 22 سيتي ان كو دو فورس نتاع بوضياف. بوكو دو غران ريفولوشنير، كاين اللي تعرفوهم كاين اللي ما تعرفوهمش، ايتي كونتر لا ريونيون دي 22، مي كوم صرات والدنيا طرطقت با ايزون سوتني. اورمو بونجور مسيو رحماني، بارلي نو دو سكي سباس او مالي، ايل باري كيل فون كيتي لو فون سي اف ا. ايكوتي، ايل كيت لو فون سي اف ا او مالي، ايل كيت با لو فون سي اف ا. شوفو باش نتفاهمو. هذا تليفون داكور، اللي في المالي عنده، واللي في الكندا عنده، واللي في الامريكان عنده، واللي في الكونغو عنده، واللي في الكينيا عنده. شكون خدم هذا؟ خدمو سامسونج صح، طريقه التكنولوجي يتطبق يتحل. هذا نتا تيرمونديست تشريه 700-600 ألف أورو، فيه 10 أورو ماتير بريمير. اخرج من الفرنسي يافا،
كري لا مونيتا كري واش حبيت لا ماتير بريمير نتاعك تيكسبورتيها اون ديفيز فورت دولار ويورو الشيء اللي خاصك باش تشريه تشريه اون ديفيز فورت هادو كل حكايات ما عندهم حتى معنى كاين معنى واحد افريقيا والعالم الثالث لازم يجبد الفرا ويتطور بالسرعه اللي تساعده هو ما يتبعش السرعه نتاع العالم باسكو اللي يتبع سرعه تاع العالم جامي راح يتطور ويبقى توجور ان اسكلاف الدواء تاعو من الخارج الماكله تاعو من الخارج تليفوناتو من الخارج خياطو من الخارج القماش اللي يلبسو من الخارج كلش من الخارج هو واش يولي ان كونسوماتور كوم ان كونسوماتور كي ني با برودكتور واش يولي تو سامبلومون يبيع سي تو فو صحيح بصح يقبض الريح فوالا يعني يشريو عليك باريل تاع بترول ب 100 يورو ويبيعوا لك تليفون فيه 100 غرام باريل تاع بترول او 157 لتر شكرا كيلوغرام ولا حاجه هكذا ويبيعوا لك تليفون يوزن 200 غرام فيه 5 سنتيلتر بترول يبيعوه لك بليكيفالون نتاع 10 باريل بترول